بالنسبه للراتب، انا حتى احكيلك من واقع، انا على مستوى الشخصي عندي تعهد ملتزم به بانه ما اخذ اكثر من راتب الوظيفه اللي كنت بيه انا في وظيفتي. زين، المتبقي وين يروح؟ المتبقي اذا رجع للبرلمان ما راح يدخل بجيب الشعب بالنتيجه، بالنهايه ليش وين راح يروح؟ في مكان ثاني. فانا حاليا شخصيا، وراح اجيك على النواب، انا شخصيا جاي اصرفها على الناس. هذا المتبقي، انت من السائلين او الضيف او اي واحد ثاني يسال راتب النائب ايش قد وايش قد يكفيه، تمام؟ المشكله مو انه النائب ايش قد يكفيه كمصرف شخصي. النائب هسه انا شخصيا ممكن 1.5 مليون يكفني انا وعائلتي او 2 مليون. زين، مو هنا المشكله يا لعد وين المشكله يا سياده النائب؟ المشكله انا اقول لك شنو المشكله اللي خلت، وطبعا انا معترض على التعليمات هاي سبتيها يمك. طيب المشكله النواب الاخرين الاخوان دي يتحدثوني يقولون يابا انا عندي مكتب وعندي مكتب بمحافظتي ومكتب ببغداد وانا تجيني مئات الحالات يوميا. الان كل اكثر النواب، بالمناسبه انا دا اتحدث عن المسؤولين النزيهين، المسؤول النزيه لو تعطي 100 مليون وتقول له ساعد الناس وتواصل مع الناس ما تكفي. انا اقول لك ما تكفي اذا كان يريد يساعد الناس. الاخ السيد الضيف اللي يتحدث الان الى جانبك ده يتحدث عن المصاريف الشخصيه. اختي العزيزه، احنا مصاريفنا الشخصيه ما عندنا مشكله بيها، ما تغيرت لا من الناس اللي يلبسون ولا من اللي يشترون سيارات ولا من اللي يشترون يبدلون موبايلات، ما عندنا هذه. ولكن انت صيري نائبه وفتحي مكتب ويوميا تجيك عشرات الحالات من ناس ماره بظروف، ماره بوضع، ماره بكذا. انت من تعال اطلعوا، تعالوا الى مكاتب مجلس النواب وشوفوا الحالات. فهنا القصه، هنا المشكله. الاخوه النواب اللي يعترضون على النقيصه صارت برواتبهم يقولون انتم تريدون نروح نبوق نسرق، تصير حراميه، ناخذ كومشنات، نبتز،